مشاهدي ومتابعي قناة ديسكو أمين تيفي، مرحبا بكم أينما كنتم داخل وخارج الوطن. مواكبة للاحتفالات بالذكرى 66 لعيد الاستقلال المجيد، ينظم المنتدى الدولي للتعاون المغربي الإفريقي حفل فني بمشاركة الفنان أحمد بن سعيد، مجموعة رضوان العروبي، الفنانة أميمة سعدي، والفنان أشرف بريشة، الفنانة الغالية، الفنان رفيق صنهاجي، والفنان حميد بشتي، والشاب أيوب، الفرقة النحاسية بمدينة مكناس، الفنان مصطفى المرنيسي. الحفل من تقديم وتنشيط الإعلامي عبد الرحيم بكار في تكريم الدكتور مصطفى الكتيري والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. الحفل يومه السبت 4 دجنبر 2021 بالقاعة الكبرى للمركز الثقافي محمد عزيز الحبابي قبالة مسجد الفضيلة بمدينة تمارا، ابتداء من الساعة 4:30 بعد الزوال. للمشاركة في القناة لا تنسوا الضغط على لايك، اي جيم مع تفعيل الجرس ليصلكم الجديد تشجيعا لنا.